أيها الإخوة المؤمنون، سئل حكيم يوما: كيف تعرف ود أخيك؟ قال: من يسأل عني ويحمل همي ويسد خللي ويغفر زللي ويذكرني بربي. قيل له: وكيف تكافئه؟ قال: أدعو له بظاهر الغيب. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذا اللقاء الإيماني يطيب لنا ونحن في ذكرى ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فرحة ما بعدها فرحة، ونحن في يوم الجمعة في عيدنا الأسبوعي، ومعنا عقدان للزواج في أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرحب بالمهندس فتحي الدسوقي من أبناء هذه القرية الذي جاء ليشارك أهله فرحتهم. أيها الأحبة الأكارم، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 الله. سيدنا النبي، سيدنا النبي، آل البيت، سيدنا الدكتور محمد متولي منصور، أمده الله بمدده ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين آمين. بنى الخطبة خطبة الجمعة على ثلاث أسئلة. مين اللي فاكرهم؟ مين اللي فاكر الثلاث أسئلة اللي سيدنا الشيخ محمد الدكتور محمد قال إيه؟ أول سؤال قال إيه؟ توجه لسيدنا النبي: من؟ ها؟ وما؟ ها؟ يبقى من أنت؟ تاني: ما وبما؟ يبقى الحديث كله عن سيدنا النبي. تعالوا نعطر الأرواح والأفواه بالصلاة عليه. صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. اللهم صل على صاحب الذكرى في موعد الذكرى. اللهم لا تحرمنا من زيارتك. اللهم لا تحرمنا من زيارتك ولا في الآخرة من شفاعتك. لا، ما أمنتش معي على هذا الدعاء. أيوة، أمن على هذا الدعاء. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا. اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام يا رب. إليك مدى الأزمان يا طه.
شوقي إليك مدى الأزمان يا طاغى. ما سمعت الصلاة عليه. طب اللي بيحب سيدنا النبي هيرفع ايديه. كلنا بنحبه، احنا بنحتفل بسيدنا النبي، فين الصلاة على سيدنا النبي؟ شوقي إليك مدى الأزمان يا طاغى يهدي فؤادي يهدي فؤادي ويعطي النفس تقواها فالروح للمصطفى فالروح للمصطفى فالروح للمصطفى فالروح للمصطفى تغوى مدينة تغوى ترجو الشفاعة يوم الحشر يا طاغى. أنا شايف الجنب ده نايم لسه. الله والله بتفهم. الله الله فروح للمصطفى تهوى مدينته ترجو الشفاعة يا رب الحشر يا طاغى فنو أنت 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 فالنور أنت بما أوصيت ترشدنا من ألزم النفس بالمختار زكاة من عاش بالمصطفى يا سعد مهجته. صل عليه. من عاش بالمصطفى من عاش بالمصطفى من عاش بالمصطفى من عاش بالمصطفى يا سعد مهجته فيها الرضا والمنى شوقا لمولاك بين الوجوه بين الوجوه يغمره في القلب والروح دوما يذكر الله. يا حبيب يا حبيب يا رسول الله على باب سيدنا النبي الله الله محبوب
قلبي ومطلب على باب سيدنا النبي. انا عايز الله الله تهز المكان. على باب سيدنا النبي أما حبوبي ومطلب على باب سيدنا النبي. لسه في باور أعلى من كده. على باب سيدنا النبي محبوبي ومطلب على باب سيدنا النبي محبوبي ومطلب وانا عاشق مطلبي على باب سيدنا النبي مشتاق قلبي لساحه الله الله ولوصله افراحه. اللي قدامي دول كده عايز اسمعهم وهم بيقولوا الله، مش هيقولوا الله اغير الصف. مشتاق قلبي لساحه ولوصله افراحه مشتاق قلبي لساحه ولوصله افراحه انا نفسي اشرب من راحه على باب سيدنا النبي. على الله الله محبوبي ومطلبي اسمع من هنا. محبوبي ومطلبي وانا عاشق مطلبي على باب سيدنا النبي. عيوني معجفون لم يرضوا يسامحوني عيوني معجفوني لم يرضوا يسامحوني انا يوم نمت وصحوني على باب على باب سيدنا النبي محبوبي ومطلبي على باب سيدنا النبي محبوبي ومطلبي وانا عاشق مطلبي على باب ده انا قلبي واشجاني ده انا قلبي واشجاني يا ما غنى وبكاني ده انا قلبي واشجاني يا ما غنى وبكاني وعدني وزوره تاني على باب سيدنا النبي. على باب سيدنا النبي محبوبي ومطلبي وانا عاشق معصابي على باب سيدنا النبي حكيت عرفت تاني التوبة على لساني حق تعرف التاني والتوب على لساني ألحن قلبي وجداني على باب سيدنا النبي. على باب سيدنا النبي محبوبي ومطلوب وانا عاشق مطلعي على باب سيدنا النبي وسهرنا مع احبابه هيمن على اعتابه وسهرنا مع احبابه هيمن على اعتابه وبننشد على بابه وعلى باب سيدنا النبي. على باب سيدنا النبي الله الله محبوبي ومطلبي الله الله وانا عاشق مطلبي على باب سيدنا النبي. اللهم صلِّ وسلم وبارك.
من أنتم مخلص.